السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نناقش فيها معاناة المغتربين اليمنيين في السعودية. إذا مشاهدينا، يوما بعد يوم تتضاعف معاناة آلاف المغتربين اليمنيين الذين وقعوا بين قسوة القوانين السعودية وبين تقاعس وإهمال الحكومة اليمنية التي لا تبدو مهتمة أصلا بهم. بعد إجراءات التوطين والسعودة والتأنيث، وجد عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين أنفسهم ضحية البطالة. صار الكثير منهم حابسي جدران المساكن المؤقتة، وأصبح هم الكثيرين جمع ما عليهم من غرامات. كيف سيعيش يومه مختبئا عند أصدقائه كما لو كان مجرما مطلوبا؟ يعيش ذلك بينما هو عاجز تماما عن توفير أبسط متطلبات المعيشة لأطفاله. الحكومة لا تبدو مكترثة لمعاناة المغترب ولا للمآسي المترتبة عن الإجراءات السعودية التي لم تراعي حساسية الظرف ولا توقيته، خصوصا على اليمنيين الجار الشقيق. أواخر ديسمبر الماضي أعلنت وزارة العمل السعودية إعفاء أربع جنسيات من رسوم العمالة الوافدة، شملت الفلسطيني حاملي وثيقة سفر مصرية ومواطني اتحاد ميانمار وتركستان والمقيم من قومية البلوش. القرار لقي ردود فعل مستغربة لعدم شموله لليمنيين لأسباب، أولها استحقاقهم للمراعاة الإنسانية فضلا عن دواعي الجوار والنظم المشتركة. إذن ما أسباب استمرار معاناة المغتربين اليمنيين في السعودية، وما الذي قد يبرر لامبالاة الحكومة السعودية بآثار قراراتها على اليمنيين؟ سنناقش هذه القضايا مع ضيوف الحلقة. عبر الأقمار الصناعية سيكون معنا من مأرب الصحفي والناشط الحقوقي عدنان الشهاب، ومن مأرب أيضا عبر الهاتف الإعلامي محمد القليصي، وسيكون معنا من الرياض المستشار مطهر عنان رئيس مركز إعادة الأمل لتصحيح أوضاع اليمنيين. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وأرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية الصحفي والناشط الحقوقي عدنان الشهاب. سيد عدنان، مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك يا سيد عدنان، أبدأ معك بهذا التساؤل، يعني كيف تتابع معاناة المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية خصوصا بعد القرارات الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معاناة المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية هي تتمثل في قوانين العمالة التي فرضها النظام السعودي، تمثلت في يعني تركزت في سعودة معظم الوظائف التي او المهن التي كان يشتغل او يعمل فيها كثير من المغتربين اليمنيين. هذه هي ابرز، يعني اقصد تاتي في المقام الاول من ابرز المعاناه التي يعانيها. نعم. اضافه الى معاناه المغترب اليمني تمثلت او تضاعفت خلال منذ انقلاب ميليشيا الحوثي بسبب معاناه سواء في وطنه الداخل او في مهجره في الغربه. نعم. لكن سيد عدنان، يعني قد يقول البعض بان هذه القرارات التي اتخذها الجانب السعودي هي شأن داخلي، ومن حق السلطات السعودية ترتيب يعني وضعها بما يراعي مصلحة شعبها وبلادها، إذن لماذا أنتم غير راضين؟ صحيح أن المملكة العربية السعودية لها أن تتخذ القرارات التي يناسبها حفاظا على، يعني اقصد حفاظا بما يحافظ على مصلحه شعبها في المقام الاول. نعم. لكن ما يلفت الانتباه هو الوضع الانساني الذي يمر به الشعب اليمني بشكل عام، والظروف التي تمر بها البلاد من الحرب والانتهاكات الانقلاب الحوثي والظروف التي تمر بها البلاد بشكل عام. نعم. كان الأولى أن يجب مراعاتهم مثل الجنسيات الأربع التي ذكرتها في بداية حلقتي. بالضبط، يعني البعض أيضا استغرب من مسألة يعني استثناء بعض الجنسيات وتجاوز الجنسية اليمنية، وهي بالأساس يعني دعنا حتى لو ذهبنا بعيدا عن روابط الجوار،
نذهب بالنظر إلى الأزمة، يعني اليوم السعودية هي طرف أساس في ما يحصل داخل اليمن وما وصلت إليه الأوضاع. إذن هنا من باب المراعاة ولو بالشيء البسيط هو مسألة يعني عدم التضييق على المغتربين والمقيمين في هذا البلد. صحيح، تتحمل في البداية تتحمل الجهات الرسمية الحكومية قيادة الشرعية المسؤولية في المقام الأول. إذا نحن لم نصلح وضعنا من الداخل لن يهتم بنا الخارج. المغترب اليمني يعاني في وطنه ربما بما يعانيه في الخارج. هناك بعض الحالات اليوم تفقد فرصة عملها في السعودية أو في الإمارات أو في أي دولة أخرى بسبب فقدانه للوثيقة، وثيقة الجواز، ويتعامل معه بطريقة روتينية إلى أن يفقد إجازته ويمنع من الدخول ويفقد عمله ويعود عالة وينضم إلى صفوف البطالة في البلاد. هذا في الداخل، فما بالك في الخارج. أيضا الحكومة والقيادة الشرعية، قيادة الحكومة الشرعية، لابد أن تبذل جهود مكثفة لمقابلة، أقصد لمطالبة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية لإعادة النظر فيما يخص المغترب اليمني واستثنائه من تلك القوانين. نعم، إذن سنعود لنناقش وضع الحكومة اليمنية وتعاملها مع هذا الجانب، ولكن سأرحب أولا بضيفي من الرياض المستشار مطهر عنان رئيس مركز إعادة الأمل لتصحيح أوضاع المغتربين. سيد مطهر مساء الخير. اهلا وسهلا يا مساء النور بالاستاذ شادي وضيفه الكرام. اهلا بك، اهلا بك استاذ مطهر. يعني اتساءل هنا في بدايه الحلقه، ما طبيعه واقع الحال الذي يعيشه المغتربين اليمنيين في المملكه العربيه السعوديه؟ بالنسبه للمغترب اليمني هناك لا باس، هناك في معاناه كثيره يعانيها المغترب اليمني على مستوى المقيمين وحاميهم. بالنسبه للمقيمين اللي هي الاجراءات المترتبه على رسوم المضافين والمرتقين وتجديد الاقايم وتسريحهم من اعمالهم ومهنهم، هناك عشرات الالاف، نقول الالاف، سرحوا من اعمالهم ومهنهم والان بدون اعمال، موجودين في البيوت والعذر، ويترتب على هؤلاء تجديد اقايم التي اصبحت مكلفه لدفع رسوم المضافين والمرافقين التي تتراوح ما بين 10,000 الى 30,000 الى 50,000 على كل اسره. والبعض من هؤلاء الكثير يرغب بالعوده الى البلاد رغم الظروف المتدهوره داخل البلاد، الا انهم لا يستطيعون الا بعد دفع هذه الرسوم التي اثقلت كهلهم. هناك معاناه كبيره، ولكن انا اريد ان اطرح ان هذا الشان هو شان داخلي بالنسبه لشقائنا في المملكه. لا خلاف على ذلك بالفعل. الشيء المعنى عنه نعم لا خلاف على ذلك، ولكن هذه اجراءات داخليه ونحن نقترب لوائح وانظمه وقوانين هذه البلاد، ولكن ملف المغتربين في ظل الظروف الدائره في البلاد والمرحله الخطيره التي تمر فيها البلاد كان لابد من مراعاه واستثناء اليمنيين، كون اليمنيين يمرون في مرحله استثنائيه خطيره يعرفها العالم ويعرفها الجميع. هو سيد مطهر، يعني في هذه النقطه ايضا يعني ليس فقط من باب المراعاه وانما يعني صار أولوية وواجب على يعني دول التحالف بشكل عام وعلى المملكة العربية السعودية، يعني كون ما يحدث في اليمن يعني هم شريك أساس فيما وصل إليه الوضع اليوم. احنا نتمنى الآن مجلس النواب هو في جلسته اليوم ناشد خادم الحرمين الشريفين يعني بالإحسان برفع معاناة المغتربين اليمنيين، هذه خطوة إيجابية هامة، ولكن نحن نقول إذا لم تتلي هذه المناشدة خطوات جادة باللقاء خادم الحرمين الشريفين وحكومته الموقرة بالإسهام في رفع معاناة اليمنيين عشرات الآلاف مئات الآلاف من اليمنيين، لأن هؤلاء الآلاف والعشرات الآلاف ومئات الآلاف من اليمنيين هم يقولون أسر بالالاف داخل البلاد في ظل الظروف الاقتصاديه والامنيه المتدهوره، اذا اصبحت كارثه فوق الكارثه، معاناه في الداخل فوق المعاناه، فلا بد ما. طيب سيد مطهر، يعني في مساله مجلس النواب هو قدم مناشده اليوم، وهذه المناشده سبقتها مناشدات من رئاسه الحكومه ومن رئيس الجمهوريه ومن نائب رئيس الجمهوريه، وبالتالي يعني لا نعلم ما هو ردود الجانب السعودي، وانتم يعني ايضا ك جهة يعني معنية بمتابعة أوضاع المغتربين في المملكة، ما هي ردود الجانب السعودي حتى اللحظة؟
انا رئيس مركز اعاده الامل تصحيح اوضاع المغتربين وحاملي هويه زائر، اذا لم تكري هذه المناشده لقاء خادم الحرمين الشريفين لجنه تشكل من رئاسه المجلس او من قياده خادم رئيس الجمهوريه او من الحكومه بمقابله خادم الحرمين الشريفين وخلال الايام القادمه وخطابات رسميه تتلوها الى مجلس الشورى السعودي والحكومه السعوديه، فستظهر هذه المناشده كالمناشدات السابقه ادراج الرياح. لابد من خطوات جاده، لابد من وضع الملف المغتربين اليمنيين موضع الجد امام خادم الحرمين الشريفين. هناك يا اخي المملكه قدمت الكثير لليمنيين بمساعدات سواء على المستوى الهبات او القروض بالمليارات وعبر مركز خادم الحرمين الشريفين للغابه، ولكن ملف المغتربين يعتبر من اهم الملفات التي يتبناها الدوله، يتبناها الشرعيه. هناك الالاف وعشرات الالاف ينتظرون قياده الدوله ومجلس النواب بالنظر الى معاناتهم. يا اخي هناك الان الكثير في البيوت والعزاب لا يستطيعون ان يخرجون، يتنقلون بحريه ولا يرون الشخص، خايفين من الترحيل والسجن. لابد من هناك حاملي هويه زائر الان اكثر من 300,000 وما يقارب ال 300,000 انتهت الطبعه السابعه الثامنه، والان يتعرضون يعني الى التوقيف والترهيب، وهي مقرومه خادمه الحرمين الشريفين، هي المقرومه الطبعه الثامنه. يعني في مسائل كثيره، هناك الكثير الان الالاف من المجهولين داخل المملكه يرغبون في تصحيح اوضاعهم في ضمن الظروف التي تمر داخل البلاد. نعم. لابد من النظر والالتماس بعين الاخوه والجوار والروابط الاسريه والروابط المشتركه بيننا احنا واشقائنا في المملكه. ملف المغتربين هو ملف جوهري واساسي، على قياده الدوله ان تتبنى هذا وتطرحه بجديه خلال الايام القادمه. هناك هذه الايام القادمه سيدخل علينا ايام مباركه وشهر كريم مبارك. اذا لم يتم الاخذ بجديه بالملف المغتربين سياتي معاناه فوق المعاناه في خلال الايام. نعم. اذا ساناقش معك الكثير من النقاط تتعلق في وضع المعيشي للناس او المغتربين الذين يعني لم تصحح اوضاعهم في المملكه حتى الان، ولكن بعد الذهاب الى ضيفي ساعود اليك مجددا. اذهب لضيفنا من مأرب عبر الاقمار الصناعيه السيد عدنان الشهاب. يعني سيد عدنان، نتساءل هنا ما الذي يجعل الجانب السعودي يعني رغم المناشدات الحاصلة من أعلى الجهات الرسمية في الحكومة اليمنية من رئيس الجمهورية ونائبه والحكومة وأيضا مجلس النواب مؤخرا، وبالتالي لا توجد أي استجابة؟ باعتقادي أن هناك تحركات بوضع الملف بطريقة جدية لدى الحكومة، لا ندري ما الذي يحدث، لكنه بسبب الوضع في البلاد وما تعانيه البلد بسبب الحروب ومشاركة المملكة العربية السعودية بشكل كبير جدا في المعركة. أعتقد باعتقادي بأنه تتحرك الحكومة بطرح ملفات المغتربين رغم أهميته. هذا ربما يكون سبب. السبب الثاني لدى المملكه العربيه السعوديه ربما مشاكل في نسبه البطاله لديها، قد تلجا الى في سعوده مثل بعض المهن التي اثرت سلبيا على المغترب اليمني، على معظم المغتربين، لكن كان المغترب اليمني هو من دفع الثمن الاكبر بسبب الوضع في البلاد. هو سيد عدنان يعني مساله اتخاذ اي دوله اجراءات في مصلحه شعبها ومصلحة بلدها، يعني هنا لا اعتراض عليه، يعني هذا بالعكس أمر سعودي، لهم الحق الكامل في مسألة يعني ترتيب أوضاع بلدهم بطريقة التي يرونها، ولكن نحن هنا نركز على الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد والتي أصبحت اليوم مصدر دخلها الرئيس هو المغترب. يعني كثير من الأسر عايشة أو تعيش على ما يصلهم من المغتربين على وجه التحديد في المملكة العربية السعودية، واليوم يعني كما تعرف ويعرف الجميع أن السعودية هي طرف رئيس في ما يحدث في البلد، ونلاحظ عدم يعني تعامل مع الموضوع بلا مسؤولية. نعم،
صحيح، هو يجب أن نراه أنا أن تكثف المطالب أو تكثف الجهات الرسمية إعادة المطالبة بالمملكة العربية السعودية، كما قلت أنت بأنه شأن خاص لهم، لكن يجب على الحكومة اليمنية ألا تترك هذا الملف وإعادة المطالبة تكرارا ومرارا حتى يتم الاستجابة. طيب باعتقادي سيد بأن عدنان، المملكة العربية السعودية لن بالنسبة للحكومة هنا ستستجيب يعني في هذا لهذه الملف، المطالب هل خاصة في الوضع الإنساني. نعم سيد عدنان، هذه الحكومة بما يخص هذا الملف هل أعطته الاهتمام الكافي يعني وقدمت ما يلزم حيال هذا الملف أم أن هناك تقصير واضح؟ التقصير واضح جدا، اكتفت بمناشدات نسمعها في الإعلام، لكن لا يوجد مناشدات متكررة مثلا، لا يوجد أين دور وزارة شؤون المغتربين، ما هو دور الحكومة بشكل عام، دور الشرعية من بالضغط أو بمطالبة الجهات السعودية والملك سلمان وولي العهد بإعفاء اليمنيين من الرسوم. يجب أن يكثفوا مثل هذه المطالب، كون المغترب هو كما قلت أنت الداعم الرئيس الآن في مثل هذه الظروف، هو الداعم الرئيس أو ربما يأتي في المرتبة الثانية لموازنة البلاد أو للنقد الأجنبي للبلد. نعم، إذن سيد عدنان تكرم بالبقاء معي، ومشاهدينا قبل أن أذهب لهذه التصريحات أرحب بضيفنا من مأرب الإعلامي محمد القليصي. مرحبا بك سيد محمد. أهلا وسهلا بك، حياك الله. أهلا بك سيد محمد، فقط سنذهب الآن لنشاهد هذه أو هذا الاستطلاع حول أوضاع المغتربين، ومن ثم سأعود للنقاش معك، نشاهد سويا. اليمني تعجز عن تحمله الجبال، المغترب اليمني في السعودية أصبح يعني مضطهد بمعنى الكلمة، أصحاب المحلات ليس لهم أي حرية في أن يمارسوا أعمالهم كأصحاب محلات مثل ما يمارسون في اليمن في أي دولة من الدول العربية. أصحاب المحلات في السعودية والمغتربين الذين ليس لديهم من يقيهم من ظلم السلطة أو من ظلم الجهات المعنية أصبحوا يعني يعانون من جحيم الحياة داخل المملكة السعودية وللأسف. يعيش المغترب اليمني في الجارة السعودية بين خيارين أحلاهما مر، فهو إما أن يقبل بالبقاء ليعمل من أجل تحصيل الرسوم التي يدفعها مقابل بقائه، أو يعود إلى بلده ليعيش البطالة، ليست البطالة المقنعة بل البطالة الحقيقية، يعني لا يجد عمل. فهذه هذا الإشكال الكبير يعني الذي يعيشه المغترب يجعل من الصعب الاستمرار في هذا الوضع، فهو إن بقى في غربته ظل يعني يصرف على رسوم، خصوصا في ظل التدني الكبير للأجور والمرتبات والمستحقات التي يتقاضاها مقابل أعماله، وإن عاد إلى اليمن يعني بقى بلا عمل، وهذا لا شك أنه يضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة، مسؤولية عن المواطن اليمني في الداخل والخارج. في حد ذاته الغربة هي معاناة، فما بالك أن تضاف إليها رسوم. المعاناة المغترب اليمني لا حصر لها ولا عد. نحن في الشارع اليمني أو في اليمن رغم الظروف القاسية التي نمر بها إلا أننا نتألم لهؤلاء الذين يعولون أسر كثيرة، الحرب من الداخل تقطع الناس وتقطع أوصالهم، ثم يأتي المغترب من الخارج أيضا يعاني من معاناة. لعلك تعلم أخي خليل أن المجتمع اليمني معتمد على الاغتراب كمصدر أساسي للحياة، فهذه لا شك أنها تضيق معيشة المواطنين داخليا وخارجيا، وما نأمله أن ينظر الأشقاء إلى هؤلاء إلى هذه الفئة بعين الرحمة، بينما نستعد دولتنا، فإذا ما وعدت اليمن بلد الخيرات العظيمة والكنوز، لكنها لهذا الانقلاب والحرب ربما تعاني كثير من الويلات. إذن مشاهدينا هذا كان استطلاع حول معاناة المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية، وأعود لضيفي من مأرب الإعلامي محمد القليصي. سيد محمد تابعناك أنت أيضا ضمن المتحدثين في هذا الاستطلاع، وهنا ركزت على نقطة البطالة المقنعة كما وصفتها، وهي العائدين من المملكة العربية السعودية
إلى الداخل اليمني، إضافة للبطالة الموجودة في الداخل، انضافت إليها البطالة الوافدة من أو القادمة من خارج اليمن. إذن كيف هو الحال؟ طبعا المواطن اليمني يعيش مأساة حقيقية اليوم، يعني في ظل عدم وجود الموارد الاقتصادية. هذه العائدات التي تأتي من المغترب اليمني وخصوصا من المملكة العربية السعودية التي يتواجد فيها أكبر نسبة من المغتربين اليمنيين، هي يعني تعود بالنفع على أسر هؤلاء المغتربين وحتى على الدولة ذاتها من خلال التحويلات المالية ورسومها. هذا الوضع لا شك أنه يعني مع فرض الرسوم التي فرضتها المملكة العربية السعودية، وهذا حق من حقوقها التي هي ربما تعتبره نوع من الإصلاح الاقتصادي، ونحن نعتبره كارثة اقتصادية بالنسبة لنا في اليمن. وضع المغترب اليمني كما ذكرتم وكما ذكر يعني هو بين نارين أحلاهما مر، يعني في نهاية الأمر إن عاد سيعود إلى بطالة، يعني إلى بطالة حقيقية. هذا الوضع لا شك أنه يعني سينعكس عليه على أسرته، على الوضع الاقتصادي بشكل عام، خاصة مع عدم وجود موارد اقتصادية للدولة. يعني في نهاية الأمر هذا المغترب اليمني والمواطن اليمني بشكل عام لابد أن يعني يتم التعامل معه بوضع خاص. اليوم اليمن والسعودية هنا تمازج كبير في لا نقول فقط في المصالح ولكن في المصير أيضا. المملكة العربية السعودية لها دور كبير في العمل الإغاثي والعسكري في اليمن، يجب أن تعتبر أن هذا الجانب هو نوع من العمل الإغاثي، يعني لا يكفي أن نقدم سلال غذائية أو نوع من العمل من الإغاثات للمواطن اليمني، الإغاثة الحقيقية أيضا تكون في إعانة وتسهيل يعني عيش هذا المغترب الذي سيوفر عليها ويسهل عليها كثير من الإشكالات فيما يتعلق بالإغاثة. لا شك أنها ايضا هي يعني معنيه بالشان اليمني الاقتصادي بالاضافه الى الجانب العسكري، هذا بالنسبه للسعوديه. اما بالنسبه للحكومه اليمنيه فالحقيقه برغم حجم هذه الكارثه على المواطن وتاثيرها وتداعياتها ايضا على الحكومه، الا اننا لا نجد التحرك الكافي يعني من الدوله الذي هو بحجم هذه المشكله. يجب ان يكون هناك دور رئيسي فعال من رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه والوزارات المعنيه من اجل يعني ايجاد استثناء للمغترب اليمني الذي يعيش ظروف يعني استثناء اليمن تعيشها، يعني ظروف استثنائيه سواء يعني في الوضع الاقتصادي او غيره من المجالات. نعم، اذا سيد محمد تكرم بالبقاء معي، ونذهب لضيفنا من الرياض المستشار مطهر عنان رئيس مركز اعاده الامل لتصحيح اوضاع المغتربين. سيد مطهر، يعني توقفنا بالحديث منذ قليل عن أوضاع اليمنيين المتواجدين في المملكة والذين يعني لم تصحح أوضاعهم وهم يعيشون في يعني يختبئون في مناطق كثيرة بحيث لا يتم أو لا تقوم السلطات السعودية بترحيلهم، يعني لو تصف لنا وضعهم بشكل أكبر. بالنسبة للمغتربين اليمنيين هنا داخل المملكة يتعرفوا على ثلاث أطباق، أولا المقيمين الرسميين الذين يحملون أقامة رسمية، وهناك منهم من يحملون بطاقة هوية زائر. هذه بطاقة هوية زائر هي مطلوبة خادم الحرمين الشريفين الذي استفاد منها أكثر من 468 ألف مستفيد، وهناك مجهولين، هذا مجهولون الهوية الذي يدخلون، طبعا هم مخالفين عن طريق التسلل، وكذلك هناك من دخلوا بتأشيرات متعددة، تأشيرات حكومية، تأشيرات مرور، تأشيرات عائلية، أعدادهم كبيرة، ولكن المتضررين هم الأغلب من الشريحة هذه هم المقيمين بحق رسوم المضافين ورسوم تجديد الأقايم التي أصبحت ثقيلة وأثقلت كاهلهم، وكذلك حاملي هوية زائر الآن انتهت الطبعة السابعة، الطبعة الثامنة من حاملي هوية زائر، ويتمنون طبعها الجديده لانهم سيتعرضون الى تسريح ابنائهم من المدارس ولا يستطيعون التنقل بحريه ولا يستطيعون حتى مراجعه المشاهد. نعم. اريد ان اوضح انه طبعا تقدمت الحكومه، فخامه الرئيس قدم بطلب لخادم الحرمين الشريفين، وكذلك الحكومه تقدمت بطلب ومجلس النواب العام الماضي بمطالبه يعني بالالتماس بتصحيح اوضاع المغتربين، ولكن
لم يكون الرد ايجابي. احنا نامل من تحريك الملف اليمني من جديد والطرح الموضوع بجديه لحكومه خادم الحرمين الشريفين، لان هذا الملف ملف هام جدا ويتضرر منه المئات الالاف في نعم. لكن سيد مطهر بالنسبه للحكومه يعني وتعاملها مع هذا الملف يعني بالنسبه للشرعيه، هل يعني لمستم هناك تعامل جدي بقدر يعني حجم الكارثه التي لحقت بالمغتربين، ام انه فقط يعني مناشده من باب فقط يعني تطمين الناس وبالتالي يعني لا يوجد او اسقاطا للواجب ولا يوجد اي اهتمام؟ نعم، انا وضحت سابقا اذا لم يتبع هذه المناشده اللي ناشدها منذ سنوات موقف جدي بالذهاب وطلب مقابله خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الامين وطرح الملف للحكومه السعوديه بجديه ومخاطبه الجهات الرسميه كمجلس الشورى والجهات المعنيه لحل ملف المغترب، ستذهب هذه المناشده كالمناشدات السابقه ادراج الرياح، وكانه كان في ابو زيد مغزيت كان ما في شيء، فلا بد من العمل وتحريك الملف بجديه، تحريك الملف اليمني بجديه. طبعا سيد مطهر من من منذ ان بدات هذه المشكله ويعني بدات الاجراءات السعوديه في هذا الجانب، هناك اكثر من مقابله لرئيس الجمهوريه ب ولي العهد، وبالتالي يعني هل يعقل يعني ان يكون ان تكون هذه المقابلات بعيده عن هذه القضيه التي يعني تهم اليمنيين المتواجدين في المملكه واسرهم في الداخل بشكل كبير؟ يعني الم يعيرها رئيس الجمهوريه اي اهتمام بمقابلاته مع الجانب السعودي؟ إذا كان في السابق لم يطرح الملف المغتربين بجدية في اللقاءات السابقة، نتمنى أن يطرح ملف المغتربين الآن بجدية بعد عودة مجلس النواب اللي هو السلطة التشريعية والشرعية. نعم. ورفع هذا الخطاب، فنستثمر هذا الرفض وهذه المناشدة بطرح الملف بجدية لخادم الحرمين الشريفين. أنا أتوقع وأتفائل، أتفائل بخير أنه إخواننا السعوديين وخادم الحرمين الشريفين بإذن الله خلال الأيام القادمة أن يستجيبوا لهذه المناشدة وهذه المطالب لرفع معاناة إخوانهم مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين. نعم، إذن ابقى معي سيد مطهر، وأذهب لضيفي عبر الأقمار الصناعية من مأرب السيد عدنان الشهاب. يعني سيد عدنان، قد يقول البعض أنه في مسألة عودة المغتربين اليمنيين بسبب الإجراءات، يعني هنا كما يقول قائل الرزق على الله، وما المشكلة في عودة المغتربين؟ أرض الله يعني واسعة سواء عملوا في اليمن أو في بلد آخر. ما تعليقك؟ في البداية أريد أن أنوه إلى يعني إشارة إلى موضوع مهم، وهو بأن المغترب اليمني في السعودية يعاني من ثلاثة اضطهادات أو معاناة إذا صح التعبير، هي معاناة رفع الرسوم وسعودة المهن، وأيضا المعاناة اللي قلنا معاناة رفع الرسوم وسعودة المهن، هذه هي التي أثرت بشكل كبير جدا. أضف إليها كذلك الغرامات سيد عدنان، إضافة إلى معاناته في الداخل، حيث أضف إليها أيضا الغرامات، يعني حتى لو وجدت عليه رسوم ولم يدفعها فهي تضاعف. نعم، أيضا معاناة في الداخل، وهو أن يتحول المغترب بدل أن كان يعيل أسرة مثلا أو أسرتين، اليوم يتحول إلى يعيل ثلاث إلى أربع أسر بسبب انقطاع الرواتب، بسبب انعدام العمل، أخيه لا يعمل، وكذلك يعني أنت تعرف يعني وضع المجتمع اليمني والتعاطف، يتحول المغترب إلى أن يعمل لثلاث إلى أربع أسر وربما أحيانا يزيد عن ذلك. أما بالنسبة لسؤالك وهو حول الخروج والعمل، يعني الوضع الحالي قد لا يسمح لهم بالعودة. نحن نتذكر عودة المغتربين في مطلع التسعينيات القرن الماضي أثرت بشكل كبير جدا على الدولة، والوضع كان طبيعي، فما بالك اليوم في هذا الوضع السيء، وضع حرب، انقلاب، الأمور لم ضبابي، الوضع ضبابي إلى اليوم، لم تحدد رؤية حتى الآن. أيضا وأضيف بأن كنا يعني بسبب الوضع الإنساني أن تلتفت المملكة العربية السعودية والأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى أن يكون اليمنيين هم في بداية من يعفوا الجنسيات، من يعفوا من الرسوم ومن الغرامات. نعم،
لكنها نأمل أن تعيد النظر في هذا القرار وتستثني المغترب اليمني. نعم، لكن هل تتوقع أنه استثناء بعض الجنسيات وغياب الجنسية اليمنية هو ناتج يعني ما لا يدع مجال للشك عن إهمال من قبل الجانب الحكومي في متابعة هذه القضية منذ أن بدأت المشكلة وحتى الآن؟ صحيح، تتحمل الجهات الجهة الحكومية أو الحكومة ذنب الأكبر. كما قلت لك سابقا بأنه إذا لم نصلح وضعنا من الداخل لن يهتم بنا الخارج أو لن يهتم بنا مسؤولي النظام في أي دولة في دولة الاغتراب. يجب على الحكومة اليمنية بذل المزيد من الجهود، طرح ملف المغتربين على الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية لوضع حل مناسب يناسب الوضع المغتربين ويناسب الوضع الإنساني في اليمن. نعم، إذن ابقى معي سيد عدنان وأذهب لضيفي الإعلامي محمد القليسي من محافظة مأرب. سيد محمد، يعني هنا في مسألة العائدين من المملكة والذين أيضا لديهم رؤوس أموال ويعني خرجوا من هناك بسبب الوضع، قد يقول البعض بأن عودتهم هي أمر جيد وعائد مهم بالنسبة للبلد. أنت يعني كيف تنظر لعودة هؤلاء الناس في ظل الوضع القائم وحال البلاد؟ أخي الكريم، أظن أن الأمر يعني برمته يعني والوضع يؤكد أن العائدين ليسوا أصحاب رؤوس الأموال. يعني بشكل عام العائدين هم المتضررون من هذه الرسوم الذين يحجزون عن دفع هذه الغرامات. أصحاب رؤوس الأموال هناك متسع يعني من عمل استغرهم في المملكة العربية السعودية، لكن الشريحة المتضررة هي التي المعنية يعني بهذه الكارثة هم الذين العمال البسطاء الذين دخولهم لا تحتمل أن يدفعوا رسوم وأن يعولوا أكثر في نفسهم. هذه الشريحة الكبيرة هي التي هاجرت. نعم أن رؤوس الأموال ستفيد في عودتها إذا وجد مناخ. طبعا المستثمر حتى اليوم ربما يعني لن يكون مطمئن أن يضع أمواله في بيئة التي تعيشها اليمن، ومع ذلك يعني الخارجون هم اصحاب رؤوس الاموال. هذا جانب. الجانب الاخر يعني انا فقط اعلق على نقطه، انت ذكرت انه البعض يقول ارض الله واسعه وكذا، يعني ستجد انه يعني حتى البعض يعني وخاصه الذين لهم فترات طويله في المملكه ولديهم اسر كبيره تضاعفت عليهم الرسوم الى درجه انهم لم يستطيعوا الخروج. يعني هذه الرسوم التي تضاعفت تلزمهم يعني القوانين بدفعها حتى اخر ريال يتمكنوا من الخروج. يعني حتى لو حصل على فرصه عمل سواء داخل اليمن او في دوله اخرى هو ملزم بان يدفع هذه الرسوم، بمعنى انه اصبح حديث داخل المملكه حديث دين. يعني نعم. لكن سيد محمد، نحن عندما تحدثنا عن أصحاب رؤوس الأموال نحن لا نتحدث عن التجار الذين يمتلكون رؤوس أموال كبيرة، وهنا نتحدث عن أصحاب المشاريع الصغيرة والذين يمتلكون رؤوس أموال صغيرة وبالمقابل الإجراءات والرسوم المرتفعة وجدوا أنفسهم على أنهم غير قادرين على الاستمرار في المملكة فقرروا العودة. يعني عودة هؤلاء الناس بمشاريعهم الصغيرة، هل يعني في الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد هو أمر جيد للبلد ولهم، أم أنه يعني سيعود بالمضرة لهم بشكل أكبر؟ طبعا من خلال متابعة هذا الوضع الذين عادوا لديهم رؤوس أموال أو ما يمكن أن نسميه تحويشة العمر، يعني بعضهم لا يضعها في مشروع استثماري قابل للربح والخسارة، هو في عقار العقارات ارتفعت في كثير من المحافظات اليمنية نتيجة أن يعني هؤلاء المغتربين خرجوا يريدون أن يضمنوا أموالهم، لا يستطيعون أن يغامروا بهذه التجارة ومشروعات الاستثمار في ظل هذا الوضع يعني الذي غير مستقر وغير الآمن، يشتروا بها هذه العقارات. هذه العقارات بالأخير هي انعكست أحيانا سلبا، يعني بالأخير المواطن العادي يصعب عليه أن يشتري عقار، هذه الأموال جمدت كأنها ادخرت يعني في بهذا الشكل. البعض يعني القليل جدا هم من بدأوا يستثمروا هذه
الاموال، هذا الاستثمار لا شك انه سيكون له ايجابي، لكنه سيتعايش محدود مقارنه بحجم البطاله التي نتجت عن هذه الازمه وحجم الخروج الكبير للمغترب اليمني. نعم، اذا سيد محمد ابقى معي واعود لضيفي المستشار مطهر عنان رئيس مركز إعادة الأمل لتصحيح أوضاع اليمنيين. سيد مطهر، يعني حدثنا عن جهودكم أنتم في مركز إعادة الأمل فيما يخص أوضاع المغتربين. سيد مطهر هل تسمعني؟ نعم، إذا يبدو أن الاتصال بالسيد مطهر قد فقد، ولكن نشكره جزيل الشكر المستشار مطهر عنان رئيس مركز إعادة الأمل لتصحيح أوضاع اليمنيين، كان معنا من الرياض. وأذهب لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية الناشط والصحفي عدنان الشهاب. يعني سيد عدنان، هنا يعني ما الحلول التي يعني بإمكانها أن تساهم في حل مشكلة المغتربين اليمنيين بنظرك؟ باعتقادي أن الحل الأمثل يتمثل في استثناء المغترب اليمني من الرسوم التي تفرضها المملكة العربية السعودية تقديرا للظرف الذي تمر به اليمن. هذا المبدأ الأول. أيضا الحل الثاني يقع على عاتق الحكومة أن تعمل جاهدة على 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 أن على حلحلة هذا الملف والمطالبة بجهات الرسمية والأشقاء في المملكة العربية السعودية على استثناء المغتربين. هذه هي أبرز الحلول. أما بالنسبة لقضية أو لأن يغادر المغترب أو يعود إلى أرضه لمشاريع صغيرة، هذا الكلام في الوقت الحالي ربما لا ينفع أو لا يجدي بما تعيشه البلاد، يعني قد لا تتوفر البيئة المناسبة. نعم. لمثل هؤلاء، ولنا تجربة سابقة، نحن لا نريد أن نكرر الماضي إن صح التعبير. نعم، طيب يعني هناك مناشدة أخيرة كانت لمجلس النواب مؤخرا، وهو حدث أيضا انعقاد مجلس النواب، حدث مهم في مسألة عودة الشرعية ومؤسساتها التشريعية، وهنا من خلال هذه المناشدة التي قدمها مجلس النواب، هل تتوقع أن تكون هناك استجابة قريبة من قيادة المملكة، أم أن هذه المناشدة ستذهب كما ذهبت سابقة يعني مناشدات السابق للرئيس ونائبه والحكومة؟ أريد أن أنوه إلى أن اقترنت مناشدة مجلس النواب أو البرلمان اليوم في جلسته أو في توصياته اليوم اقترنت بالموافقة على الموازنة، وهذا دليل على أن الحكومة تعرف مقدار المغترب اليمني وما يقدمه لهذا الوطن. أعتقد أيضا باعتقادي بأن المملكة العربية السعودية ستستجيب إن صحت إن اجتهدت الحكومة اليمنية. أنا شخصيا أتهم أن الحكومة اليمنية هي التي تقصر في هذا الملف. السعودية اليوم تنفق ملايين، ربما ملايين الدولارات في الحرب لاستعادة الدولة باليمن ومساندة الدولة، لن تعجز عن إعفاء المغتربين عن الرسوم، ربما هي تراها في نظرها بسيطة. نأمل أن من المملكة العربية السعودية أن تلتفت بهذه اللفتة الإنسانية للمغتربين بشكل عام وما له من أثر بعودته على أسرهم وعلى الشعب اليمني بشكل عام. نعم، إذا ابقى معي سيد عدنان، وأذهب لضيفي الإعلامي محمد القليسي. وهنا التساؤل الأخير سيد محمد في مسألة أن العائدين الذين يعني ليس لديهم أي دخل وعادوا مضطرين ووصلوا إلى محافظة مأرب تحديدا، كيف تم التعامل مع هذه الحالات؟ طبعا لا يوجد خطط رسميه للتعامل مع مثل هذه الحالات، هم يعني دخلوا في مجتمع كثير من مكونات عاطله عن العمل في الاساس، هناك مئات الالاف من النازحين الذين غادروا اعمالهم واسباب رزقهم من محافظاتهم تحت وطأة الارهاب الحوثي والميليشيات.
وهؤلاء جاءوا ليضيفوا عبئا جديدا على هذه المحافظه التي كانت بالاساس لعشرات الالاف لتصبح مئات الالاف وربما يعني فوق المليون او بعضهم يقول الى 2 مليون. هؤلاء المغتربين عادوا في هذا الشكل، ربما بعض منهم لديه رؤوس اموال محدوده استطاع ان يفتح له محل او ان يشتري له يعني سياره تجره ليعمل عليها، لكنهم اعداد قليله. الذين عادوا يعني هم في نهايه الامر يعني ليس لديهم اعمال، يعني هم اضافه الى بطاله هي في الاساس موجوده نتيجه نزوح كبير وعدم توفر فرص عمل تتكافئ او تتساوى مع هذه الايدي العامله الكتله البشريه الضخمه التي وصلت الى محافظه معرب من العديد من الثقلات اليمنيه. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الناشط الإعلامي محمد القليسي، كنت معنا من محافظة مأرب. وأعود لضيفي السيد عدنان عودة أخيرة لصحفي والناشط الحقوقي عدنان الشهاب. يعني سيد عدنان، نترك المجال لك برسالة ود قولها من خلال هذا البرنامج. شكرا لك أخي شادي. الرسالة التي أريد أوجهها أن نعمل نحن كإعلاميين وكصحفيين أن يعود هذه مثل هذه البرامج الطيبة التي تنقلها قناة بلقيس والتي تهتم بها لما لها من معاناة، سواء المغترب أو أسر المغتربين أو بشكل عام على اليمن، على شعب اليمن بشكل عام. نريد من هذه البرامج أن تعود بالنفع على المغترب، لا نريد أن 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 نسيء في بعض الأحيان إلى أن يعود عليهم أثر بالسلبي، سواء في التعامل أو في أن نفرض عليهم واقع جديد ربما بسبب بعض التصريحات التي تخرج. هو فعلا يعني جميع مواضيع القناة تنطلق من مصلحة المواطن ومن مصلحة وطنية بدرجة رئيسية. أشكرك جزيلا، إذا ما كان لديك أيضا حديث تود تقوله أيضا. لا اقصد انه ربما قد يعني يتأول بعض التصريحات الى بالضبط تتأول في غير محلها الى الإساءة، وهذا ما يعود بالضرر على المغتربين. ومن خلال اليوم انا باتصالتي مع بعض المغتربين لاخذ ارائهم، كانوا يناشدوني او يطلبوا مني الا نسيء للمملكة العربية السعودية حتى لا يتأثرون. هذا ما أردت أن أقوله في لا بعيدا عن أي إساءة هنا، يعني بدرجة رئيسية نحن همنا كيف أن تحل هذه القضية وأن يعني لا تعود بالضرر على الكثير من الناس، خصوصا أن يعني المملكة العربية السعودية تحتوي الكثير من اليمنيين ومنذ زمن طويل. أشكرك جزيل الشكر الناشط الحقوقي والصحفي السيد عدنان الشهاب، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من محافظة مأرب. ومشاهدينا، هنا قبل الختام نذهب لقراءة هذه التعليقات التي وصلتنا عبر فيسبوك عن قضية المغتربين، نطالعها سويا. إذن مشاهدينا، بهذا وصلنا إلى ختام الحلقة. أشكر ضيوفي، كان معنا من مأرب الناشط الحقوقي والإعلامي السيد عدنان الشهاب، وأيضا الشكر للإعلامي محمد القليسي كان معنا من مأرب أيضا، والشكر أيضا لضيف الحلقة من الرياض رئيس مركز إعادة الأمل لتصحيح أوضاع المغتربين السيد مطهر عنان. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا
في الإعداد والتنسيق من الزميلة إلهام عامر ومن جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.